الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اجتمع اليوم قادة ما يسمى بمجموعة السبعة في هيروشيما في اليابان، وكان المنظر اللافت أن الأمريكيين هم الذين قادوا هذا الاجتماع، وبصفاقة كاملة ذهبوا يحملون الورود إلى قبور ضحايا هيروشيما. وقيل لبايدن هل سيعتذر؟ قال لن يعتذر. هذه هي صورة الظلم العالمي وطبيعة ما وصلت إليه قوى الظالمين في طبيعة استهتارها بكل ما يمكن أن يسمى بقيم إنسانية أو ما إلى ذلك، وما يظهر بطبيعته أن كل ما يتحدثون عنه بشأن العدالة وبشأن حرية الإنسان وبشأن حقوق الإنسان ما هو إلا كذوبة يمررون من خلالها مشاريعهم التي تمثل عملية استهداف هيروشيما وناكازاكي بالقنبلة الذرية وافتتاح العهد النووي بقتل عشرات الآلاف خلال لحظات. هذا هو طبيعة ما يمكن أن يؤدي إليه مشروع قوى الظلم العالمي، قوى الاستكبار العالمي. ولذلك لا أستغرب حينما أسمع صباح هذا اليوم أن وزير الدفاع البريطاني يتحدث بأننا علينا أن نستعد للحرب الأوروبية خلال فترة أقصاها سنة 2030، وهو يتحدث عن أنه يجب زيادة قوى الدفاع وزيادة التحصينات وما إلى ذلك، ويفترض مهلة أقصاها سنة 2030. وبطبيعة الحال مثل هذه المواقف لا يستغرب منها، لا زلنا نرى أن العالم يندفع بهذا الاتجاه، وهو نفس الاتجاه الذي حدثنا عنه أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم. في الأسبوع الماضي أنا أشرت إلى أن الهدوء الذي نراه في المشهد السوري يفصح عن وجود صفحة جديدة يمكن لها أن تمهد لمشروع السفياني، والذي هو حراك انقلابي من داخل المؤسسة السورية بالتعاضد مع الغرب. لا يعقل أن أمريكا حينما تجد نفسها أشبه بالمطرودة من العراق وبالمحاصرة في لبنان وبالمعاتبة في العربية السعودية، لا يعقل أن تترك سوريا بنفطها وبطبيعة وضعها الاستراتيجي بعد أن فشلت مشاريع الخارج، يعني بعد أن فشلت مشاريع العصابات المسلحة وما إلى ذلك، لا يمكن لها أن تترك المنطقة و تدير وجهها عنها. لا شك أنها سوف تبتدئ بحراكات متعددة
تنشئ من خلالها ما سبق لنا أن أشرنا إليه بحراك السفياني الذي يمثل عملية تعاهدية تعاقدية ما بين الغرب ومن يمثل الغرب مع هذا الرجل الذي له شأن ما في داخل المؤسسة السورية السياسية. ولست في صدد الآن في صدد الحديث عن تفاصيل ذلك، ولكن القدر المتيقن أن المنتظرين أمامهم حقيقة قائمة تتكشف أوراقها بشكل أوضح يوما من بعد الآخر، وهي أن ما أشير إليه من علامات ودلائل وما إلى ذلك يجدونها في الأفق في ملمس اليد. وبالنتيجة هناك السؤال الأصعب الأهم الأكثر مسؤولية من أي قضية أخرى. قد نهتم بعلامات الظهور، قد نهتم بالكثير من الأمور التي نحاول أن نفهم فيها حراك العالم إن في وضعه المحلي أو وضعه الداخل الإقليمي أو الوضع الدولي، لكن ما هو أهم من ذلك هو طبيعة ما يترتب على هذه الأحداث تجاه مسؤولياتنا نحن. ولذلك العودة إلى السؤال المركزي، ماذا نفعل تجاه هذه القضايا؟ وهذه القضايا هي كلها تنتهي إلى هذا السؤال: ما هي مسؤوليتنا تجاه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا السؤال ليس جديدا، سبق لعلمائنا لمفكرينا عبر هذه القرون المتمادية أن طرحوه، وكل واحد أدلى بدلوه أجاب بإجابة معينة. لكن ما رأيناه خلال كل هذه الفترة أن الناس انقسموا فيما بينهم في طبيعة المسؤولية المترتبة عليهم تجاه إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. في زمننا هذا إذ رأينا أن التوق والشوق إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتعاظم، بطبيعة الحال السؤال يعود ليطرح نفسه، باعتبار أن المشتاق يريد أن يعبر بطريقة ما عن شوقه، يريد أن يجسد هذا الشوق بأي فعل بأي طريقة من الطرق لكي يعرب عن هذا الاشتياق ولكي يجسد هذا الاشتياق. حينما يتعاظم حضور الإمام صلوات الله وسلامه عليه في وجدان الناس، في أحاسيس الناس، في مشاعر الناس، بل في حواضر الناس، يعود هذا السؤال ليطرح نفسه بشكل جدي: ما هو الموقف المطلوب بالنسبة إلى من ينتظر الإمام تجاه إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه؟ باعتبار إحنا خم ما مكلفين بالعلامات، إحنا مكلفين بأن نكون من ذوي المسؤولية تجاه إمام الزمان، بمعزل عن أن يكون الإمام قد ظهر بأبي وأمي أو لم يظهر. هو إمامنا، هو من ندان له يوم القيامة، من نحاسب بسببه، من نحتج به بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وبالنتيجة لنا مسؤولية أساسية تجاه ربنا بالطاعة لهذا الإمام، سواء ظهر بأبي وأمي أو لم يظهر، المسؤولية لا تختلف ولا تتخلف. السؤال هنا أخو، ليش تباينوا الشيعة فيما بيناتهم علماء مفكرين؟ ليش كل واحد طرح منهج يختلف عن الآخر في تحديد هذه المسؤولية؟
وإذا اختلف العلماء، إذا اختلفت النخب، ماذا نفعل نحن؟ ما بين هذه الاختلافات ماذا نفعل؟ أنا أعتقد أنه رغم تباين المناهج ورغم تباين الإجابات، إلا أنها كلها بالمجموع تؤدي استجابة صحية بطريقة ما على هذا السؤال، رغم أن بعضا من هذه الإجابات لا تستوفي كل المطلوب، وإنما من نظر إلى الأمر من هذه الزاوية أجاب، من نظر إلى الأمر من زاوية أخرى أجاب أيضا، اختلف هذا مع ذاك، ولكنهم في كل الأحوال تعاطوا مع منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وإن بطريقة اقتطعت بقية الجوانب فيها، ولكن بالنتيجة ثمة إجابة مستلة من روايات أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه. لكن هل بالضرورة أن تكون هذه الإجابات معبرة عن كل منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أم أنها معبرة عن جانب من الجوانب أو من عن زاوية من الزوايا التي تطرق إليها أئمة الهدى في شأن هذا الموضوع؟ هنا أريد أن أثير قضية منهجية أرجو الانتباه إليها، وهي أن رواياتنا حينما تحدثت عن ما يتعلق بالإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، بطريقة أو بأخرى تارة ننظر إليها من خلال وضعها اللغوي، وضعها الأصولي، نناقشها بناء على مقتضيات فهم الكلام المقروء، فهم الكلام المكتوب. لكن هل أن كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يعبر عنه فقط بما نفهمه من الكلمات، أم علينا أن نسبر الأغوار لنعرف ماذا يترتب على هذا الكلام من أفعال في الواقع الاجتماعي؟ الآن لو نظرنا إلى قوله صلوات الله وسلامه عليه ارجعوا إلى رواة حديثنا، الكلمة قيلت منذ القرن الثالث الهجري، وفي وقتها كان عدد رواة الحديث والمتبعين لهم يمكن أن نتلمسه ببضع عشرات أو بضع مئات أو بضع آلاف. لكن حينما تنظر إلى هذه الرواية من خلال بعدها الاجتماعي في يومنا المعاصر، من خلال ما فعلت في داخل الأمة وأسست في داخل الأمة من أحداث وجدنا فيها أن هذا الذي أمرنا بالرجوع إليه قدم صياغات لأعمال حرك الأمة التي رجعت إليه، وقام هو وهذه الأمة بأعمال هزت الكيان العالمي. لا ننظر إلى قضية داعش بعنوانها قضية مرت كيفما اتفق، قضية عالمية كبرى تصدى إليها هذا الذي أمرنا بالرجوع إلى علمه لكي نحدد الموقف تجاه إمام زماننا. ارجعوا إلى رواة حديثنا، مدخلها الأساسي ماذا نفعل في غيبتك يا ابن رسول الله؟ فجاء الكلام ارجعوا إلى رواة حديثنا. لكن هذه الرجعة إلى رواة الحديث كيف تسنى لها أن تتحول من رجوع الواحد والاثنين والثلاثة
إلى رجوع الملايين بأسلحتهم وأرواحهم وجراحاتهم ومعاناتهم وخروجهم من بيوتهم وإنفاقهم وما إلى ذلك. كيف تأتى لهذا الذي رجعنا إليه أن يحدث في لبنان هذا الدوي الهائل ويحقق نصرا كبيرا جدا على الصهاينة بعد أن كان جيش الصهاينة قد قهر جيوش العرب وقد قهر الأنظمة العربية؟ بعد أن ننظر إلى هذا الذي رجعنا إليه، كيف أن العملية انتقلت من أن تكون مجرد رجوع لسؤال عن الطهارة والنجاسة وما إلى ذلك، لتؤسس من بعد ذلك أحداث ثورة إيران وبناء جمهوريتها وما إلى ذلك؟ هذه الحواضر إن نظرنا إليها بعين الدقة سنجدها أنها قد وجدت بإسهامات متعددة، ولكن هذه الإسهامات جوهرها يعود إلى ارجعوا إلى رواة حديثنا. لذلك لا يعقل أن ننظر إلى هذه الرواية من خلال بعدها اللفظي أو معناها اللغوي فحسب، وإنما علينا أن ننظر إلى طبيعة ما تحدثه من حراكات، وعلينا أن نتهيأ لها. يعني حينما تحدث الإمام الصادق عليه السلام برواية من زار قبر جدي الحسين ماشيا، سبق لي أن أشرت إلى أن من استجاب إلى هذه القضية هو الواحد والاثنين في بداية الأمر، ولكن هذه القضية تحولت الآن إلى ملايين، وينتظر أن تتحول إلى عشرات الملايين بل إلى مئات الملايين. دويها لا زال يستمر يتضاعف، والإمكانات طبيعة الأفعال المرتبطة بهذا الحدث من الكثرة بمكان، بحيث لا يمكن لنا أن نتلمسها بمجرد قراءتنا للألفاظ، وإنما علينا أن نتأمل بها في معانيها وفي تجسداتها الاجتماعية، ومن ثم نرتب الآثار المرتبطة بطبيعة هذا الحدث. أنا حينما أقرأ من زار قبر جدي الحسين وأرى هذا السيل الكبير الذي يتدفق من المشاة، من الذين لبوا هذا النداء، عندئذ ماذا يحصل؟ يحصل أني سأنشغل بإروائهم، بتغذيتهم، بخدمتهم، بإيوائهم. هذه كلها لم أقرأها في نص الرواية، وإنما قرأتها في معنى الرواية وفي طبيعة المدلول الاجتماعي لهذه الرواية. لذلك أملي قبل أن نحكم على طبيعة منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في التعامل مع هذه القضية، الآن الكثيرين يتحدثون أنه فلان شلون يتحدث بالطريقة الفلانية والإمام يقول القضية الفلانية، وهذا اللي يتحدثون عنه بالضد هو نفسه يقول أنه شلون ذول يتحدثون بهذه الطريقة والإمام قال كذا وكذا. اثنينهم يستندون إلى أقوال مو متناقضين، لكن مشكلتهم أن كل واحد أخذ جزء من منهج أهل البيت وتحلل بمقدار فهمه وبمقدار إدراكه. لكن لو استوعبنا كل المنهج، لو استقصينا كل المنهج، سنجد أننا أمام قصة يمكن لي أن أقول عنها بأنها تحتاج إلى حراكات كثيرة، لأننا في الواقع متخلفين جداً عن مسايرة هذه القصة ومسايرة هذا المنهج، رغم أن الأحداث بطبيعتها أخذت تفضي لنتائج هي في الأحرى تربينا تؤهلنا شئنا أم أبينا. مثل الذي حصل له حادث، لا يريد أن يذهب إلى المستشفى، لا يريد أن يعمل به الجراح، يخاف من الجراح أو ما إلى ذلك، تأتي الأحداث بالشكل الذي تدفعه إلى المستشفى بإرادة منه أو من دون إرادة. الأصل أن تجري له عملية جراحية عليه أن يتحمل ضريبتها وعليه أن يتحمل مشقتها وإزعاجاتها وما إلى ذلك.
لذا هنا أنا أدعو إخواني العلماء، إخواني المنتظرين، كل اللي مهتمين بهذه القضية، أدعوهم إلى أن يراقبوا حديث أهل البيت بصورة شمولية وليس بصورة مجتزأة مبنية على أساس مراجعة الرواية الفلانية أو الرواية الفلانية. الروايات كلها خير وبركة، وفي كلها هناك مردودات لا شك ولا ريب، لكن لا يمكن لنا حينما نتحدث عن منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من خلال الرجوع إلى بعض الروايات نقول بأننا استوعبنا كل المنهج واستوفينا كل ما أراده منا أئمة الهدى. اللهم إلا من خلال استقصاء كل الروايات وكل النصوص التي لها مدخلية بطبيعة هذا الذي نسميه منهج أهل البيت، وعند ذلك نستخلص منه المحاور الأساسية. الآن لو رجعنا إلى كل الروايات التي تحدثت عن الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، سنجد أن هناك محاور أساسية تم التحدث عنها بشكل لا ريب فيه. المحور الأول هو ما يتعلق بالبعد العقائدي للإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء بكل ما يعنى بالشأن العقائدي. هو إمامنا معصوم ندين له بالولاء وما إلى ذلك من الأمور المتعلقة بطبيعة البعد العقائدي المرتبط بإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا البعد العقائدي لا يمكن لنا أن نبعده عن البعد الوجداني والمعنوي الذي يريده منا أهل البيت لكي نتعلق بإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. هناك بعد اجتهد الأئمة لإيجاده ولتسليط الضوء عليه، بغيته أن يركزوا العلاقة الوجدانية والمعنوية والعاطفية والمشاعرية بيننا وبين إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هسه هذا البعد قد ينساب بطريقة أو بأخرى من خلال الروايات، ولكن القدر المتيقن أننا عرفنا من خلال منهج أئمة الهدى أنهم ركزوا دوما على الجانب العاطفي بمعية الجانب العقائدي والفكري، لأنهم كما هو الواقع يرون بأن الفكر لوحده لا يمكن أن يحرك الوجدان، العواطف، الأحاسيس، طبيعة العلقة المعنوية لها دورها الأساسي في عملية تحريك الأمة وتحريك المجتمع. لذلك هناك بعد بمعية البعد العقائدي، هناك بعد وجداني في محاور تعامل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مع قضية الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداء. المحور الثالث، تحدث أئمة الهدى عن انتظار الفرج، وقد سبق لي أن قلت أن أي كلمة متعلقة بانتظار الفرج يجب أن تمر عبر ثلاثة جهات. الجهة الأولى من ننتظره، والجهة الثانية من ينتظره، والجهة الثالثة مشروع هذا الذي ننتظره، طبيعة العمل الذي يرتبط بهذا الذي ننتظره. لا ننتظره من فراغ، ولا ننتظره كأنه وافد جاء من البعيد ووصل إلى دياره وانتهى الأمر. ننتظره لأن لديه مشروعه الذي يخرج الناس من الظلمات، من الجور، من الظلم إلى القسط والعدل. المحور الرابع في هذا المجال، طبعا هاي الأشياء الأمور اللي أذكرها المحاور تحتاج إلى دراسات مستقصية أيضا، يعني كل محور فيه أبحاث يجب أن تجري ويجب أن يحدد بالضبط ماذا يتعلق بهذه القضية، يجب أن تستوفى
الروايات في طبيعة مدلولات هذه المحاور على واقعنا. الأمر الرابع هو ما يتعلق بغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الأئمة تحدثوا عن غيبة الإمام كثيراً وأشاروا إلى طبيعة المحن، إلى طبيعة الفتن، إلى طبيعة الأمور التي ستجري نتيجة لغيبة الإمام بأبي وأمي عن شيعته بصورة ظاهرة وبصورة معلنة. الأمر الخامس هنا الذي تحدثوا عنه، أشاروا إلى حشد كبير من الروايات سميت بعلامات الظهور، ولكنها في واقعها هي بوصلة في زمن الغيبة للدلالة على نفس الإمام الذي غاب. مهمتها أن تبقينا نعيش وجود الإمام بأبي وأمي من خلال ما تثيره من آمال، من إنذار، من تحريض، من تحضيض، من تحفيز، من كل العوامل التي ترتبط بها. وهذه الأمور سبق أن استوفينا الحديث عنها بطريقة أو بأخرى خلال أحاديثنا خلال هذه الفترة. المحور السادس في هذه القضايا هو ما يتعلق بطبيعة دولة الإمام. إذا ما ظهر بأبي وأمي سوف يتبدى لنا مشروعه بالإضافة إلى تطبيقات هذا المشروع، وبالنتيجة تتجلى لنا أيضا واجبات متعددة تجاه هذا المشروع. لدينا هذه الحزمة من المحاور. من نظر إلى هذا المحور دون ذلك أعطى وجهة نظر في طبيعة العلاقة، ولكنها بقيت ناقصة، والسبب يعود إلى أن المعطيات التي بين يديه كانت ناقصة. هو نظر إلى الأمر من زاوية واحدة ولم يستطع أن يستوعب الزوايا الأخرى. لذلك أنا ما تستغرب لما يجي واحد يتحدث عن الإمام بأبي وأمي بكلمات بليغة، بفهم عال جدا في البعد العقائدي بل حتى في البعد الوجداني، ولكنه لا يوجد لديه كلام مهم أو يستحق النظر حينما يتعامل مع مسألة أو حينما يتحدث عن قضية الغيبة أو عن علامات الظهور أو ما إلى ذلك. والسبب يعود إلى أنه نظر إلى الأمر من زاوية البعد العقائدي ولم ينظر إليه من الزوايا الأخرى. وأعود وأقول بأن كل هذه الأحاديث التي وردت في شأن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لها تفاعيلها الاجتماعية التي يجب أن تقرأ بشكل دقيق. تتذكرون أننا حينما أشرنا إلى أحاديث أئمة الهدى في أحاديثنا في محرم لعله قبل سنتين أو ثلاثة، حينما أشار الإمام إلى أهمية وإلى ثواب الشرب من نهر الفرات، من قرأ الرواية قرأ أن هناك عملية تناول للماء الفرات واستحباب شربه وما إلى ذلك. هسه هذا اللي إجا حلل بدأ يفكر أنه نهر الفرات بمزايا صحية بما إلى ذلك، هذا شأنه. ولكن القدر المتيقن حينما دعينا إلى أن نشرب من ماء الفرات، أن نضرب بأخبيتنا على نهر الفرات أو ما إلى ذلك، الإمام كان مرماه غير هذا المرمى. المسألة ليست في شرب ماء الفرات، وإنما في إيجاد المجتمع الذي يركز وجوده إيجاد الحاضرة الاجتماعية التي تعتقد بالولاء للإمام. لذلك جاءت وشربت من نهر الفرات متعبدة بعنوانه ثوابا أو بعنوانه ذا فائدة أو ما إلى ذلك. لكن البعد الآخر الحقيقي هو أن هناك من جاء وضرب بأخبيته، أخبية بيته، وأوجد البيوت، أوجد العمارة، أوجد السكن، أوجد الحاضرة الاجتماعية التي كانت متفرقة في الأماكن والأصقاع، أوجدها
على شكل مدينة كربلاء، على شكل مدينة الكوفة، على الأشكال المتعددة اللي شفناها في واقعنا اليوم. هذه الحواضر ما كانت لتنشأ إلا لأن ثمة من أشار إلى ميزة في هذه الأماكن أن يركز على كربلاء في يوم العاشر. يمكن لك أن تنظر إلى الأمر أننا نأتي لكي نعزي، لكن حينما نأتي لكي نعزي نحن بالملايين، الملايين حينما تجتمع سيكون لها دويها، سيكون لها حضورها، سيكون لها انعكاسها، سيكون عليها واجبات وباتجاهات متعددة، سيكون لها تطبيقات باتجاه المبدأ الذي عبرنا عنه بأننا سلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم. وما هذه كلها تفعيلات اجتماعية. هذه التفعيلات إن لم ننظر إليها بمجموعها لن نعثر على منهج أهل البيت بشكل كامل. أعود وأقول كل الذين تحدثوا عن هذه القضايا أصابوا المرمى من زاوية، لكن الزوايا كلها، اكتشاف كل المعطيات يحتاج إلى استيفاء لكل هذه الزوايا. من يريد أن يتعامل مع القضية المهدوية من بوابة علامات الظهور وما تؤدي إليه وما إلى ذلك لن يصيب الهدف كاملا. من ينظر إلى الأمر من خلال زوايا التهذيب النفسي والاستعداد الروحي وما إلى ذلك لن يتمكن من إصابة الهدف تماما. لكن من ينظر إليها جميعا بمعية الأساس الذي أسس إلى هذه المحاور، وهي أن أمتنا في كل أوضاعهم هم هداة، وبالنتيجة لديهم مشروعهم، لديهم هدفيتهم التي يجب أن نسعى إليها ونحققها. هذه المحاور كلها تحكي هدفية واحدة كان الأئمة يسعون إليها ويوجهون المجتمع إلى أن يحققوا هذه الأهداف. هنا حينما نسائل أنفسنا في طيب إحنا عرفنا أنه هذه تبين أكو محاور متعددة يجب أن تؤخذ كلها بسلة واحدة، تدرس كلها من خلال منهج واحد، من خلال إطار واحد، سلمنا بهذا الأمر. ولكن كيف التعامل مع القضايا في حراكها؟ أكو حراك جاي يصير، أكو أمور جاي تتفاقم، أكو أمور جاي تتصاعد، شلون نتعامل مع هذه الأمور؟ هسه إذا أردنا أن ننظر إلى الواقع الاجتماعي بما هو واقع، أو نظرنا إلى القرآن بتفصيلاته للوقائع الاجتماعية، سنجد أن القرآن الكريم وروايات أهل البيت أيضاً تتحدث عن طبقات متعددة في الواقع الاجتماعي، وتريد منا أن نحدد مسؤولية لنا تجاه كل طبقة، بمعنى أنه هناك طبقة تتعامل مع الذات، يراد من هذه الذات أن تتربى، أن تتزكى، أن تتعلم، أن تفعل ما يرضي الرب، وهذا هو نداء موجه مباشرة من الله سبحانه وتعالى إلى عباده، أشار إلى البعد الذاتي، إلى البعد الفردي، إلى بعد الإنسان كإنسان لوحده، اتق الله، صلي، ما إلى كل هذه الأمور تدخل في إطار البعد الذاتي أو الحدود الذاتية للإنسان. لكن هل أن هذا الإنسان يحيا لوحده أم أن له علاقات يجب أن تنظم ويجب أن تحدد؟ لذلك هنا نرى ثمة طبقة أخرى يشير إليها القرآن الكريم بلفظة، على سبيل المثال بلفظة حزب الله، هؤلاء حزب الله الغالبون وما إلى ذلك، إشارة إلى وجود
تشكل من الأفراد الصالحين. المهمة الأولى في المحور الأول إيجاد الإنسان الصالح، ثم يتحول الحديث إلى إيجاد الجماعة الصالحة، الجماعة التي يرفد بعضها بعضاً ويتعاون بعضها مع بعض، يتراحم أحدها مع الآخر وما إلى ذلك. لكن هل تنتهي القصة عند هذه الحدود؟ نجد أن القرآن الكريم يتحدث عن المجتمع الصالح. ثلاث مستويات الآن عندنا: فرد، وعندنا جماعة، وعندنا مجتمع. هذا المجتمع الذي يجمع الجماعات الصالحة، جماعة صالحة بهذه المنطقة، جماعة صالحة بالمنطقة الأخرى، بالمنطقة الثالثة، بالمدينة الرابعة، ما إلى ذلك. هذه الجماعات كالجزر يأتي المجتمع الصالح لكي يلم بهذه الأطراف. ثم نقول: هل أن المهمة انتهت؟ يقول: لا، وإنما ثمة الأمة الصالحة اللي هي تضم المجتمعات الأصغر وتحولها إلى مجتمع واحد، أمة واحدة، والأمة تنتمي إليها شعوب متعددة، طوائف متعددة، وما إلى ذلك. هذه الطبقات الأربعة اللي نشوفهن في حديث القرآن الكريم، في حديث أهل البيت صلوات الله وسلام، ليست، لا يتم التعامل معها بأفق واحد أو بمستوى واحد، وإنما لكل طبقة هناك نمط من المسؤولية أحيل إلى نفس هذا الإنسان. بمعنى، أنا لنفترض فلان الفلاني، خلي نرمز إلى بحرف أليف. أليف مرة تم التنظير له بعنوانه الفرد المنتظر لإمام الزمان، طولب بأن يكون له مسلكه التقي المتقي الذي يربي نفسه ويزكي نفسه ويكون على مستوى عال من التربية النفسية. لكن هذا أليف حينما يكون عضوا في جماعة صالحة أو هو واحد من هذه الجماعة الصالحة، لا يبقى أمره متعلق فقط بتربيته لذاته، وإنما هذه التربية يجب أن تنعكس في طبيعة علاقته مع إخوانه ومع الجماعة التي شاء أم أبى هو ينتمي إليها، ليس بعنوان الانتماء السياسي أو ما إلى ذلك من هذه التسميات المعاصرة، وإنما هذا التعبير الذي يرد في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تحت شعار المودة، تحت شعار السلام أو ما إلى ذلك. هذه التعابير هي التي تحدد نمطاً من أنماط العلاقة بين أليف وما بين المجموعة التي يدخل فيها أليف هذا. لكن هل انتهت القصة؟ هذه المجموعة بمعية المجاميع الأخرى تنتمي إلى مجتمع أكبر يضم كل هذه الجماعات، وواجباتهم تجاه المجتمع تختلف عن واجباتهم تجاه بعضهم البعض، كما رأينا أن واجبات أليف تجاه نفسه تختلف عن واجباته مع إخوانه، مع الذين هم معه ضمن الجماعة الصالحة. حينما يكون لدينا مستويات ثلاثة من الواجبات، لا نتوقع أننا حينما ننتمي إلى الأمة الصالحة أن نكون استثناءً، وإنما لدينا مسؤوليات وواجبات أخرى تضاف إلى مسؤولياتنا حينما نريد أن نتعامل بعنواننا أفراداً في هذه الأمة. إذن نحن أفراد مع ذواتنا لدينا مسؤولية، مع الجماعة الصالحة المنتظرة لدينا مسؤولية، مع المجتمع الذي يساق إلى أن يكون مجتمعاً منتظراً لدينا مسؤولية أخرى، ومع الأمة التي تنتظر أيضاً لدينا مسؤولية رابعة. في مثل هذه القضايا أخواني الأعزاء، حينما تتعدد المسؤوليات
كيف يمكن لنا أن نحدد هذه المسؤوليات؟ شوف انظر إلى القرآن الكريم، تارة حدثنا بمنطق اتقوا الله، ثم حدثنا بمنطق اصبروا، ثم حدثنا بمنطق صابروا، ثم حدثنا بمنطق رابطوا. هذني كل المستويات، مو مستوى واحد هذني. وقال لنا بأنه نتيجة هذه العوامل بمجموعها، ما تحدث عن أن التقوى تؤدي إلى الفلاح، وإنما تحدث عن مجموعة من العوامل فيها صبر، فيها مصابرة، فيها مرابطة، فيها تقوى الله، عند ذلك لعلكم تفلحون. لذلك تعاملنا مع مشروع الإمام بأبي وأمي يجب أن ينظر إليه من كل هذه الزوايا. لا توجد لدينا مسؤولية واحدة حتى نقول بأننا إذا ذهبنا إلى مسجد السهلة أو إلى مسجد جمكران أو إلى مقام الإمام صلوات الله وسلامه عليه في أي مكان من الأماكن، ونصبنا في هذه الأماكن منارات للتواصل مع الإمام بأبي وأمي، ونقول اكتفينا، هذا اكتفيت أنت كذات، لكن أنت عندك مسؤوليتك تجاه الجماعة الصالحة، أنت أمرت بمجموعة من المسؤوليات عليك أن تبادر لها. ما راح يكتفى بيك بأنه والله أنت محب إلى الإمام، يومية تقرأ الدعاء، تتعاهد، ما إلى ذلك، تضرب على فخذك صباحا وتعاهد الإمام بأنه أنت ستبقى وفيا وما إلى ذلك، المسألة ما تنتهي عند هذه القضية، وإنما هذه هي البداية، هذه تؤسس لتعامل ولمعاملة مع الجماعة الصالحة، ثم مع المجتمع الصالح، ثم مع الأمة الصالحة. الإمام بأبي وأمي في غيبته أشار إلى هذه الأمور الأربعة، لكن النصر عقد بماذا؟ عقد بالأمة الصالحة، تحقيق مشروع الفرج وتجسيد مجتمع الفرج، لن يتعلق فقط في الجماعة الصالحة، ولن يتعلق بالمجتمع الصالح، وإنما يتعلق بها كلها حينما تشكل الأمة الصالحة. لذلك ذول اللي يستعجلون بناء على أنه عندنا مجموعة من المؤمنين وذول صالحين وعندهم قدرة وما إلى ذلك، الحديث مو حديث أعداد، وإنما حديث كيان يراد له أن يتأسس. هذا الكيان أمامه ضرائب متعددة، وعلى الإنسان أن يبرز ما من شأنه أن يوفي بهذه الضرائب وبهذه الالتزامات. يحكى بأن في البحرين لعله مجموعة من العلماء اجتمعوا، ضجوا الناس أيضا معهم، ضجوا إلى الإمام بأبي وأمي في أن يخرج، في أن هم مستعدين إلى أن ينشطوا في مجال نصرته بأبي وأمي. خو عظيم الإمام بأبي وأمي، خو طلع يا بش تريدون إلى يعني بعض هؤلاء، نريد أن نحقق العدالة، نريد أن نحقق فرج آل محمد، مستعدين جاهزين، أرواحنا لك الفداء إلى آخره. أمر أحد خدامه الإمام بأبي وأمي، قال له هذه قائمة، استدعي واحد واحد، لكن أريدك من تستدعي أي واحد من هؤلاء حينما يدخل عليه بعد دقيقة دقيقتين اذبح لك خروف من في سطح المنزل، وخلي الدم مالته ينزل من الميزاب. وهذا هم صاح أول واحد، هذا هم راح يركض، وبعد هذا مكرم عند الإمام، أول واحد صاح ولا راح يركض، ناكى ونزل الدم. الثاني ها إليه قالوا عني، هم راح. الثالث لا خاف مو عليه. الرابع شوي شوي بعد ذلك بطلوا. هسه هذه هل هي قصة حقيقية أم هي تمثيلية؟ لكن مهما يكن القصة هي قصة واقع، أننا قد نبادر في لحظة معينة إلى أن نستشعر في داخلنا
أنه إحنا عندنا قدرة، عندنا استعداد أن ننصر، لكن ماذا بشأن وجودنا داخل الجماعة، باحتكاكات الجماعة، بعلاقات الجماعة، بتزاحم الجماعة أو ما إلى ذلك؟ هل سنبقى بنفس الاستعداد، بنفس المسؤولية؟ ماذا لو أننا دخلنا إلى الواقع الاجتماعي بعنوان المجتمع برمته؟ هل سنبقى بنفس الاستعداد، بنفس الملاكات، بنفس الهيئة؟ في كل وحدة من ندخل إلى واقع آخر، إلى طبقة أخرى، إلى مستوى آخر، ستضاف لنا مسؤوليات وستتضاعف علينا المزاحمات والتناقضات، لأنه أنت مرة تتعامل في ساحة لوحدك، مزاجك وحدك، ذوقك وحدك، فكرك وحدك، لكن من تدخل مع الجماعة شو يصير؟ أمزجة متعددة، مصالح متعددة، آراء متعددة، مو من السهل أن تجتمع مع هؤلاء وتتناغم مع هؤلاء. ماذا لو أن هذه الجماعة دخلت في واقع أكبر منها، في محيط، في بحر أكبر من البحر الذي كانت فيه؟ لا شك ولا ريب أن التناقضات ستزداد، الأمزجة ستختلف، الآراء، الأذواق، المشاعر كلها ستتباين. هنا إحنا في هذا المجال لما نشوف أكو القصة أصعب مما أن نتصور، أنه إحنا بمجرد هيئنا أنفسنا صرنا مستعدين للتعامل مع قضية الإمام بواقع النصرة وما إلى ذلك. هنا أنا أريد أشير إلى أخواني الأعزاء، كثيرا ما طولبت شيخنا قل لنا بالضبط شو نسوي. أنا هم مثلي مثلكم، يعني لا تتصورون أنه عندي في الشيء آخر غير اللي أنا مسؤوليتي، إلي مسؤولية ضمن هذه المستويات الأربعة، علي أن أتعامل مع كل هذه. لكن يا أخوان الأعزاء، تريدون تنصرون الإمام، أنا أسأل أخواني الأطباء أو اللي إلهم عمل في الجانب الطبي، حينما قرأتم في شهر رمضان دعاء أسسه لكم إمام زمانكم، اللهم اشف كل مريض، هذه خاصة بمن؟ خاصة بكم، بالممرض، بالطبيب، بالطبيبة، بالمضمد، كل هؤلاء اللي إلهم مسؤولية تجاه الجانب الطبي إلهم علاقة بهذه المقطوعة من الدعاء، اللهم اشفي كل مريض. بيش في شهر رمضان من تحدثنا عن هذه القضية، قلنا بأنه من المعيب أن ترمي بالمسؤولية على الله سبحانه وتعالى وتقول أنا ما إلي دخل. تقدر تشافي، واجبك تروح تشافي، وإلا أنت معتني بهذا المريض، معتني تشذب مثلا، لو معتني حقيقة، إذا كنت معتني حقيقة بسم الله هذا الشفاء بيدك، مرتبط بيدك، الله سبحانه وتعالى أودع في هذه الدنيا علما أنت نلت منه، وعليك استحقاق بذل هذا العلم والإنفاق من هذا العلم، في تعبير الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، قال ومما علمناهم يبثون. وبالنتيجة في كل هذه القضايا هناك ضريبة. خو بسم الله يا أخواننا، يا أطبائنا، يا أعزائنا، يا مضمدينا، يا دكاترتنا، إلكم مسؤولية تجاه إمام زمانكم. ماذا لو أنكم بادرتم إلى إيجاد ما يمكن إلي أن أسميه باسم، أنتم تسموه بأي اسم آخر، مو مشكلة الأسماء ولا مشاحة بهذه الأسماء، لكن ماذا لو أنكم أنشأتم الخدمة المهدوية الطبية، مجموعة من الأطباء متطوعين يقدمون الخدمة إلى الناس محبة لإمامهم المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. هسه بدل ما تأخذ مثلا 35,000 من المريض، يابا أنا أخذ 20,000، البقية طايحات إلى هذه أقدمها خدمة لإمام الزمان. يكون لكم شعار الناس من تباوعه، بمجرد أن تشوف الشعار تقول ذولا تذكرون الناس بالإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء.
عزيزنا تاجر القماش، خياطنا العزيز، كل اللي يشتغلون بالملابس، كلكم قريتوا اللهم اكس كل عريان. هذه المسؤولية عليكم آكد من غيركم. اللي ما عنده شغل بالملابس يجوز يشيل له فلس فلسين يقدمهن يا بلكي نشتري، لكن انتم هاي شغلتكم. ماذا لو انكم في انفسكم قدمتم مشروع بيناتكم؟ وانا اعتقد الناس بكثره تريد مثل هذه القضايا، تلبي مثل هذه القضايا. يوميه فد 1000 دينار 2000 دينار يا بهذه انا اقدمها في سبيل الامام، محبه للامام، ذولا ايتام الامام ما الى ذلك. وياها قطعة اسمها الخدمة المهدوية. شنو اللي راح يصير؟ التخادم المهدوي، التكافل المهدوي، بأي اسم من الأسماء. وإن كان إذا توحد الاسم في كل مناطقنا راح يكون دوية أكثر، تأثيره في الواقع الاجتماعي أكثر. أخواننا المهندسين، أخواننا البنائين، النجارين، الحدادين، الصباغين، أهل الكهرباء، ما إلى ذلك. أنتوا جاي تشوفون الناس بحاجة لكم، ويمكن لكم أن تتطوعون بمقدار من هذا الربح تقدموا إلى الناس بعنوان هذا هدية لإمام الزمان. هذه أرزاقكم. أنا أحكي عن تجربة، والله لم أجد الرزق في الطرق المعلومة، وجدت الرزق في الطرق المجهولة. هذا اللي يوعد من الصبح لليل عمله صحيح، يجتهد يريد يحصل رزق وما إلى ذلك، لكن أكو ناس بشكل آخر، بقضية أخرى، ببعد آخر، ما ناظر إلى الفلوس بقدر ما ناظر إلى مسؤوليته في هذا الجانب. هسه أنت إذا تيجي تقدم للإمام بأبي وأمي يومياً من رزقك فد 5000، فد 1000، فد 2000، فد درهم. قال أئمة صلوات الله وسلامه عليهم ما ينظرون إلى الأرقام الكمية، ينظرون إلى نزعة المحبة اللي موجودة في الداخل، نزعة الإخلاص. حتى لو تقدم فلس لكن هذا يسل، يعني يقدم باسم الإمام. أنا حاكيكم قصة بريهة. بريهة امرأة في نيشابور، وكيل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لعله صالح الهمداني أو أحد آخر، يقول أنا ذهبت إلى إيران، جمعت في طوس، في راي، في ما إلى، جمعت هدايا وأعيان وأموال إلى الإمام، حقوق شرعية وغيرها. وهناك في نيشابور، نيشابور مدينة تبعد عن مشهد لعله 200 كيلو يعني بالاتجاه الآخر أو شوية أقل. يقول هناك اجتني امرأة عجوز لديها درهم بالي قديم، ذاك الوقت السكة أو الدراهم إذا كانت قديمة سعرها أقل. قديمة يعني شنو؟ يعني لو مخدوشة، لو صاير بها في الشيء على أي حال. قالت لي هذا هدية إلى الإمام أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الهادي. ودي يقول قلت لها يا أمة الله، أنا هل قد جامع أموال وأعيان وما إلى ذلك؟ الإمام وين بحالك؟ أنت بحال الدرهم مالتك. يقول أصرت بعد ضغط، يقول قلت لها شمري بهذا الحمل أو تعبيراتنا البقشة أو ما إلى ذلك. خلت الدرهم، وإهنا نهم يقول نسيتها بعد. أنا وياي آلاف، الجزء عشرات الآلاف أو مئات الآلاف بحال درهم. مشت الأيام إلى أن وصلت، طرقت الباب على الإمام الهادي أستأذن. قال لي أين درهم بريهة؟ الإمام مشتاق إلى، ما مشتاقين إلى الأرقام، مشتاقين إلى نزعة المحبة والإخلاص حتى لو كانت بأرقام متدنية جدا.
لذلك أنا دعوت إلى كل أصحاب الاختصاص في أي اختصاص كان. نصرة الإمام بأبي وأمي قسم من عدها حتى نثبت أننا ننصر هي الإنفاق. وتدرون أن الله سبحانه وتعالى لم يتحدث في القرآن عن الجهاد إلا وقرن به الإنفاق في سبيل الله. هسه هذا الإنفاق أنت تقدر تنفق درهم وذاك ما يقدر ينفق، لكن عنده شاكوش وعنده بسمار يقدر يصلح الباب الفلاني، وذاك عنده درنفيس يقدر يصلح الكهرباء الفلانية، يقدر يبين للناس أن هناك مجموعة من الناس محبة للإمام جاءت تقدم حبها إلى الناس وإلى شيعة الإمام بهذه الطريقة، مو بالضرورة المال ولا بالضرورة الهدية، لكن هذه الكلمة أن تقدم هي المهمة عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. شوفوا احنا نتحدث عن الأمة التي تستعد، الأمة اللي تستعد شلون تتربى، بيا طريقة تتربى، بيا طريقة تتواجد، تارة بالشعارات، أفكار، محاضرات، كتب، ما إلى ذلك، هذه تعطي مقدار من الاستعداد، لكن الاستعداد الحقيقي هي الأعمال. اليوم أنا من أشوف في الأربعين خدام الحسين عليه السلام يتهافتون من الصباح إلى المساء يحيرون في كيفية تقديم الخدمة. هذول تفتكر أبدوا استعداد لو ما أبدوا استعداد؟ هذول دخلوا في ميران عملي، تحولوا إلى طاقات متحركة وتبرعوا بجهودهم، بأموالهم، بليلهم، بنهارهم، براحتهم، أثبتوا أنهم عشاقا للإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا اللي يقعد يبكي في ليلة الأربعين أن الجنة باكر الباب مالتها راح ينسد وهاي الخدمة راح تروح من عندنا وما إلى ذلك، هذا وصل إلى درجة من الاستعداد أبداها وين؟ أبداها بالرحمة بالمؤمنين. هذول الزوار الحسين، أنا أخجل أن هؤلاء الزوار يمرون من دون أن أخدمهم. شنو الفرق بين الإمام الحسين والإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفدا؟ الفرق هي أننا أحببنا الحسين لأنه له من الظلام ما نعلم، وقد أبدى من سخاء النفس ومن نكران الذات ومن الفدائية للمبدأ وللدين ما أن قصته معروفة للجميع. لكن الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء جاء من المغيب من أجل أن يثأر للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك دعوتي إلى أخواني إلى أخواتي المنتظرات في كل مكان من أماكن أرض إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، قدموا لإمامكم ما من شأنه أن يثبت لأنفسكم. أول مرة أثبتوا لأنفسكم أنكم قادرون على أن تكونون معينين إلى الإمام بأبي وأمي. الإعانة شلون تصير؟ شلون تصير؟ بها طريقة. احنا نصيح اللهم أعزه وأعزز به، انصره وانتصر به. هاي العزة شلون تجي؟ بيا طريقة تجي. مرة الإنسان عزيز بذاته، لا شك أن الإمام بأبي وأمي عزيز بذاته، لكن الأمة حينما تخذله هل يكون في سد منيع من أذى الآخرين من الظالمين؟ لن يكون. شفنا أئمتنا يذبحون بأبي وأمي بالطريقة التي نعرف، يسممون، يظلمون، يضطهدون إلى آخره. احنا عشنا قبل هذه الفترة، قبل أيام عشنا ذكرى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه،
تدرون الإمام الصادق شنو اللي صار به؟ مرة ويا هشام ابن عبد الملك، مرة ويا اللعين أبو جعفر الدوانيقي المسمى بالمنصور، هؤلاء جزعوا الإمام، جرعوه من الغصص ومن الآلام، والإمام عنده شيعة عنده أنصار لكن قدامهم يجري ما عنده منعه. أما اليوم لو قيل لكم أن سماحة السيد السيستاني أدام الله ظله الشريف في خطر، اشتجدون في أنفسكم؟ فدائيين لو مو فدائيين؟ نقول أن السيد في منعة، السيد في عزة، هناك من يمنع عنه الأذى. إحنا الآن إعزاز الإمام في إيجاد منطق التراحم، منطق التعاضد، وتحويل الأمر إلى مشروع جدي مو إلى مشروع مجرد شعار. لا، هذا واجبنا، مو متفضلين على أحد. إحنا رايدين مو بس محبة الإمام، رايدين لطف الإمام، رايدين توفيق من الإمام، رايدين كثير من الأشياء من الإمام. خو بسم الله، الإمام بأبي وأمي مرة نحوله إلى صاحب محل، صاحب دكان، شو وقت ما نريد نروح نأخذ من عنده. هو هذا المنطق اللي يفترض أن نقوم به مع إمامنا؟ لو لا، أكو طفل يحتاج إلى أن يذكر، أكو بنت تحتاج إلى أن تذكر، أكو امرأة، أكو شاب، أكو رجل، أكو كبير بالعمر، أكو فقير، أكو مريض، أكو محتاج وما إلى ذلك. أخواننا موظفين، إيش قد قرأتوا قوله تعالى، قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، اللهم اقضي حاجة كل محتاج، مو قرأتوها؟ خذول الناس حاجاتهم يمكم، مسؤول أو غير مسؤول، بمقدار اللي تقدر تأدي من خدمة أنت مطالب. عوف الأشخاص، لكن قول هذا من أيتام الإمام، هذا العمل يرضي إمام الزمان. وجد حلوة أن الناس ينتشر بيناتهم هذا المبدأ. قبل مدة لعلهم تحدث أنا الشيخ الوحيد الخراساني على الله مقامه، أحد مراجعنا الكبار، زعيم الحوزة في قم، الشيخ الوحيد طلب من بعض الدكاترة في يوم شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الطب بإيران مزعج لأنه بعض الدكاترة حتى تحصل موعد يراد لك 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر أكثر أقل، ومو دائما يتحصلون. طلب من عندهم أنه بيوم شهادة الزهراء بدل ما تجون للتعزية أريد من عندكم تقدمون خدمة إلى الناس باسم الزهراء. يوم واحد من 365 سنة أنتوا تقبضون أرزاقكم من الزهراء، يوم واحد حولوا أرزاقكم إلى أن ترجعوها إلى أحباب الزهراء، وخلوا علم أسود صغير على باب العيادة حتى الناس تعرف. سرعان ما وجدنا عشرات الآلاف من الأطباء طواعية يتحركون بهذا الاتجاه. جيت حلوة، أطباءنا في يوم ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه يجون يعلقون إعلان، يا اللي يراجع في هذا اليوم إحنا راح نقدم إلى طب مجاني، جراحة مجانية، دواء مجاني، ما إلى ذلك. قبل مدة سوينا مشروع باسم مجموعة الاستشارات الطبية على التليجرام، على وسائل التواصل، بعض أطبائنا الله يوجه لهم الخير اتطوعوا بهذه القضية. الغريب أنه خلال حوالي 2 أو 3 سنوات من بداية المشروع الآن عالجنا آلاف الحالات، منعنا الناس من أن تراجع العيادات حتى تقصب. أنتوا تدرون الآن كثير من الأطباء تحولوا إلى قصابين، إلى جلادين حقيقة بأي طريقة، بعد راح ذيك القيم عند البعض، تحول الأمر إلى تجارة وإلى للأسف الشديد إلى تعامل مادي. لكن عشرات الآلاف أجوا أخذوا الاستشارة مالتهم
وأطبائنا فيما بيناتهم من يشوفون بعض الحالات رجعي للمستشفى الفلانية راح تلقينا موجودين هناك، قدموا العلاج المجاني، قدموا الاستشارة المجانية، قدموا الأدوية المجانية. مرت الأيام عليهم كانت سهلة، البداية ربما شلون كذا، لكن وين كان بعض الأنفس سخية إلى درجة بحيث مباشرة تكيف. أنا أعتقد هؤلاء الذين خدموا زوار الحسين هم أنفسهم نفس هذه الطبقات اللي إحنا نتحدث عنها. رجعوا إلى دعاء اللهم اكس كل عريان، وأخذوا من كل واحد من هؤلاء، من كل صنف من هؤلاء، المسؤولية المتعلقة بكم. من عندي شوية، من عندك شوية، راح تتحول الأمة إلى متراحمة. بعد ما راح تبقى الجماعة الصالحة وحدي، وإنما راح يتكون المجتمع الصالح. شوية شوية يتحول الأمر إلى الأمة الصالحة. عند ذلك الإمام بأبي وأمي شوف أموره متحققة. يعني الآن الإمام يجي واحد يقول له سيدي يا ابن رسول الله أريد من عندك الحاجة الفلانية، تجي أنت تقول له تعال حاجتك يمي أنا أسوي لك إياها. أنت إيش حققت؟ حققت ما يريد الإمام بالضبط. أنا أعتقد هذه أخواننا وأعزتنا لو نقلوا هذه التجربة إلى الواقع الاجتماعي، أولاً مثل هذه التجارب سيبارك بها لا شك ولا ريب. هناك يد للإمام ستتدخل بأي طريقة كانت، إذا نجحت مواكبنا، إذا نجحت هيئاتنا، بل إذا نجحت العين والكفيل وما إلى ذلك من هذه المؤسسات اللي جاي تقدم خدمة معينة إلى منتظري الإمام، إلى أيتام الإمام، لا شك ولا ريب كل هذه المبادرات ستحقق ما يريده الإمام وستنجح لا شك ولا ريب. هنيئا للسباقين، هنيئا للمبادرين، هنيئا لمن لا ينتظرون من أحد أن يحشمهم على فعل الخير، وإنما هم الذين يبادرون. وهنيئا أيضا لمن يلتحق بهم. من سن سنة حسنة، اعرفوا هذه القضية تماما بأنه له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الإنسان يموت يتحول، تحول إذا صح التعبير عظامه إلى مكاحل، ويبقى رصيده جاري. رحمة الله على الشيخ عباس القمي، الآن أمامكم هذا الشاهد. شيخ عباس القمي غالبيتكم لا تعرفوا لا شايف، مو غالبيتكم كلكم لا شايفي ولا تعرفوا ولا ما عاصرتوا. رجل اللي يشوفه يقول درويش، كتب كتاب سبحان الله. هسه علماءنا هواي كتبوا في الدعاء، مو أول كتاب عندنا في الدعاء، لكن هذا الرجل كان من التوفيق بمكان بحيث جمع الأدعية، جمع الزيارات، قدم فالشيء مرتب إلى الناس. مات رحمة الله عليه، لكن ثوابه شنو؟ ليلة الجمعة، يوم الجمعة، وضعه يكون مشغول جدا بحجم الثواب الذي ينزل عليه. رحمة الله على علمائنا الأعلام، مراجعنا العظام، نخبتنا الكريمة، مفكرينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي كل من يبذل يدا جاها كلمة من أجل فعل الخير. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا. اللهم صل على محمد.